حبكي الغيوم وضوي القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. والله في لألات النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. مع الله في الفلك المستطير وفي الشمس تجري إلى مستقر مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبار. والله في لألات النجوم وحب وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. في البداية مبارك عليكم الشهر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم رمضان وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مساهمتي كانت في صلاة التراويح في دولة قطر الحبيبة، مشاركة من مؤسسة قطر الخيرية دعوني لذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق في إقامة هذا النشاط في قطر في عدة مساجد، منها مسجد كتارة ومسجد أرض المعارض ومسجد حصة السويدي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي القائمين ويجازي دولة قطر على هذه الأنشطة وهذه الفعاليات التي تعين جميع الناس والمسلمين على إقامة الصلاة والصيام وإقامة هذه الفريضة المباركة وهي فريضة الصيام في شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجزاكم الله خيرا. حقيقة أعجز عن شكر الإخوة في كتارة وخصوصا في هذا المكان المبارك الذين يقومون بجهود طيبة مباركة في استضافة القراء وأهل العلم وأهل الفضل وأصحاب الفضيلة والدعاة الذين لا يألون حقيقة في توجيه الناس وإرشاد الناس، وكل هذا حقيقة تحت مظلة كتارة التي لا تألو جهدا في استيعابهم دوما أبدا. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمهم الأجر وأن يوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأنا أتقدم بشكر الجزيل لله أولا ثم لقطر الخيرية ولكتارة وجميع الأخوة الذين شاركوا بكل خطوة في إنجاح هذا البرنامج. أسأل الله أن يحفظكم جميعا ويوفقكم.